أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، نسلط فيها الضوء على الجلسة الافتتاحية لانطلاق المشاورات اليمنية في ستوكهولم بالسويد. شهدت منطقة رينبو شمال العاصمة السويدية ستوكهولم اليوم انطلاق الجلسة الافتتاحية لمشاورات السلام اليمنية. في المؤتمر الصحفي الذي استهلت به الجلسة، قال المبعوث الأممي إن بالإمكان تحقيق توافق شامل لحل الأزمة في اليمن إذا توفرت الإرادة. المبعوث الأممي أيضا حدد الخطوط العريضة للمشاورات قائلا إنه سيجري الحديث حول فتح مطار صنعاء وعن الوضع الاقتصادي إضافة إلى وضع ميناء الحديدة. قال أيضا إن جميع قرارات مجلس الأمن الدولي فاعلة، وإن القرار الأممي 2216 لا يزال صالحا. في الأثناء يترقب الشارع اليمني ما ستسفر عنه المشاورات أملا في الذهاب إلى حل شامل لإنهاء الحرب ووضع حد للكوارث الإنسانية التي نتجت عن الانقلاب وما جره من تداعيات مؤلمة عميقة الأثر. في حلقة الزوايا نناقش جديد المشاورات في محورين: انطلاق الجولة الحالية من المشاورات من زاوية إيجابياتها وما يمكن أن يبنى عليها من آمال، إضافة إلى التحديات التي قد تعيق مسار السلام المنشود في اليمن. قبل النقاش نذهب لمشاهدة هذا التقرير. باهتمام مشوب بالقلق يراقب الشارع اليمني مجريات المشاورات اليمنية التي تجرى في السويد في إطار الجهود الدولية الرامية لإحلال السلام وإنهاء الحرب في اليمن. أكتمل وصول الوفدين بعد أن بذل المبعوث الأممي جريفيث جهداً استثنائياً مكنه من تجاوز تعقيدات وصلت حد وصوله شخصياً لمرافقة الوفد الحوثي الذي فاجأ الجميع بإضافة أعضاء زائدين عن النصاب المتفق عليه. وفي كلمته للمؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في جلسة افتتاح مشاورات السلام اليمنية التي تحتضنها مدينة رينبو شمال العاصمة السويدية ستوكهولم، قال جريفيث إن هناك توافقاً شاملاً على حل الأزمة وبالإمكان تحقيق ذلك إذا توفرت الإرادة، حد قوله. وبحسب جريفيث فإن المشاورات ستناقش الإفراج عن الأسرى وفتح مطار صنعاء والوضع الاقتصادي إضافة لموضوع الحديدة، وأضاف أن هناك مقترحاً يتعلق بمطار صنعاء ومقترحاً آخراً بشأن ميناء الحديدة، وأن الأمم المتحدة مستعدة للعب دور فيما يخص الميناء إذا وافقت الأطراف على ذلك. لعل أهم ما أشار إليه هو القول إن جميع قرارات مجلس الأمن الدولية فاعلة بما فيها القرار 2216 الذي لا يزال صالحاً دون أي توضيح حول ذلك. مشدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من زوايا الحدث، كما أرحب بمن ينضم إلينا من ستوكهولم، هادي هيج عضو الوفد المفاوض عن الشرعية في مقر المشاورات اليمنية في السويد. إذن أرحب بك أستاذ هادي، دعنا أولا نطلع على ما الذي تم اليوم بالضبط في سياق المشاورات اليمنية في هذا المؤتمر. جزاك الله أخي الحبيب، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. اليوم كانت الجلسة الافتتاحية التي حضر فيها الصحفيون، وكما علمتم هذه الجولة الأولى، ثم كانت الجولة الثانية في اللقاء مع المبعوث، التقى رئيس الوفد ونائبه لبحث جدول الأعمال الذي سيسير عليه المباحث المشاورات، وتم الاتفاق على هذا الجدول لبحثه مع الطرف الآخر، وابتداء بالقضايا الإنسانية ثم الوضع الاقتصادي، ثم بعد ذلك سيدخل إلى الملف السياسي والأمني الذي سيبحث فيه في المشاورات هذه إطار للمباحثات القادمة. يعني مسألة الحديث عن الملفات السياسية والأمنية ستكون مطروحة في هذه المشاورات، لن تقتصر فقط هذه المشاورات عن الحديث على قضايا الإنسانية والاقتصادية. ستطرح في هذا اللقاء الأطر العامة أو آلية أو خارطة الطريق للمشاورات للمباحثات القادمة حول هذا الملف. نعم، طيب في سياق الحديث عن هذه اللقاءات، هل ستكون كل الجلسات مغلقة أم أن هناك سيكون جلسات مفتوحة ومباشرة يعني للمتابعة؟
أتوقع أن كل الجلسات ستكون مغلقة عدا اللقاء الختامي الذي ربما يحظى فيه الإعلام. طيب، في سياق الحديث عن الأطر العريضة لهذه المفاوضات سيد هادي، ما أبرز النقاط التي يعني يتواجد الوفد الحكومي في هذه المشاورات لتحقيقها أو للوصول إليها؟ الوفد الحكومي جاء وعنده توجيهات من رئيس عبد ربه حفظه الله ورعاه أنه يتفاعل مع كل الملفات بإيجابية كاملة، وأن لا يستثني أي قضايا لأنه يشعر بمعاناة المواطن البسيط، يشعر بمعاناة ما يعانيه جميع أفراد الوطن، يشعر بالثقة الذي وضع على المواطن. ولهذا فالتوجيهات التي يحملها الوفد والتوجيهات إضافة إلى روح التفاؤل الذي حضر به الوفد أنه سيبحث كل الملفات بكل إيجابية وشفافية، ونتمنى من الطرف الآخر إن شاء الله أنه يكون في هذا المستوى. طيب، في سياق الحديث على يعني في هذه النقطة تحديدا، هناك كان حديث حول أن وفد الحوثيين الممثل للميليشيا كان فيه عدد أعضاء أكثر، هل بالفعل ذلك حصل؟ لا، هو الوفد لم يأتي بعدد أكثر، إنما جاء بمستشارين واعترضت عليه الوفد الحكومة وجنب هؤلاء المستشارين حتى من الموقع، يعني أن يسكن في موقع آخر، لكن هو كان كمستشارين فقط. طيب، يعني هل يمكن أن يأتي هذا في إطار، هل جاءوا مع المبعوث الأممي؟ هل كان يعلم المبعوث الأممي أن هؤلاء المستشارين سيأتون؟ وهل مثل بالنسبة لكم أنتم كوفد حكومي مشكلة؟ هو جاء مع المبعوث الأممي، نعم جاءوا كلهم في نفس الطائرة، لكن احنا كنا بس للتمثيل، التمثيل يجب ان يكون متساويا، وبحسب الرسالة احنا جينا بنص الدعوة للعدد الذي نصت عليه الدعوة وحضرنا بهذا العدد واعترضنا على اي عدد يزيد عن ذلك. إذن الوفد الحكومي لا يملك سوى اعضائه 12 عضوا، ليس هناك مستشارين او مرافقين او حتى اعلاميين مرافقين لهذا الوفد؟ نعم، هو جاء بالخبراء والمستشارين في نفس الوفد، يعني مختص الاقتصاد والمال، مختص الجانب العسكري، مختص ملف الأسرى، كل هذه معهم في نفس الوفد الذي جاء، ولم يأخذ خارج هذا الوفد مستشارين. طيب، هناك حديث الآن حول أن سيتم تقسيم فرق العمل في هذه المشاورات إلى مجموعات، مجموعة تعنى بالبنك المركزي مثلا وتوحيد البنك المركزي، وكذلك بحث مسألة مطار صنعاء، ميناء الحديدة، هل بالفعل هذا ما سيحدث؟ الحقيقة احنا جئنا مجموعة، يعني بناء واحد، فريق واحد، ما وسنتجاوب مع كل القضايا وبسرعة لا يتوقعها الآخر، ولهذا سيكون هذا الطرح غير قابل للنقاش. يعني أنتم ترفضون مسألة توزيع الـ يعني مجموعات العمل أو العمل على مجموعات؟ هذا كان قد عمل في الكويت وما نجحت هذه الفكرة، ثم أنه الفكرة هذه يأتي هذا الفريق ويعمل رؤى وكذا ثم يرفعها للفريق كاملا، وهذه ستضيع علينا جزء من الوقت، وقلنا نختصر الوقت ويبحث الفريق كامل كل القضايا الموجودة المطروحة على الساحة. طيب، في نقطة فقط أو نقطتان أستاذ هادي، أولا من نائب رئيس الوفد الذي كان مع رئيس الوفد الحكومي في الجلسة المغلقة الأولى؟ الأخ دكتور عبد الله العليمي اللي هو مدير مكتب رئيس الجمهورية. نعم. طيب، في ما يتعلق بالنقطة الثانية وهي ربما يعني مسألة ملف الأسرى والمعتقلين، وهذا ربما الاتفاق الأبرز الذي يمكن يتحدث كثيرون على أن المشاورات ستخرج فيه، إلى أين وصل هذا الملف؟ هناك من يتساءل أيضا لماذا استثني محمد قحطان من مسألة عملية التبادل هذا؟ هذا الملف قد سرنا فيه لمدة 8 أشهر تقريبا، وقد أنجز فيه ووقع الاتفاق الأول، ثم كان هناك بعض التأخير في الآليات، آليات التنفيذ، ثم جاءت الأمم المتحدة كضامن وراعي لهذا الملف
ووقعنا الاتفاق الجديد برعاية الأمم المتحدة وضمانة الأمم المتحدة لإخراج الكل بما فيهم محمد قحطان، بما فيهم فيصل رجب، بما فيهم محمود الصباحي، بما فيهم ناصر منصور، كلهم سيخرجون على بنص الاتفاق، ولهم بند خاص في هذا الاتفاق نص على الأربعة المشمولين بالقرار الأممي نصا. طيب، هل تم تحديد الآلية المزمنة لإنفاذ هذا الاتفاق أم ليس بعد؟ هناك آلية في نفس الاتفاق، آلية مزمنة، لكن الآن سنبحث الإجراءات فقط، إجراءات تنفيذية. أما الآلية موجودة في نفس الاتفاق، أنه تبادل الكشوفات كم سيكون زمنها، ثم الرد عليها، ثم التعليق عليها، ثم إلى الوصول إلى الإخراج. هذه مزمنة في الاتفاق نفسه، لكن في آليات هناك، هي الآليات اللوجستية، الآليات للبحث، الجثامين، لآليات هذه التي سنبحثها في هذا اللقاء إن شاء الله. يعني هل يتوقع أن يتم الاتفاق أثناء تواجدكم، أو ويتم عملية التبادل أثناء تواجدكم في ستوكهولم؟ هو تبادل يعني له آليات تحتاج إلى تقريبا شهر ونص إلى شهرين. يعني الآلية في نفس الاتفاق، فلا يكفيه الأسبوع الذي نحن في ستوكهولم. أشكرك إذن أستاذ هادي هيج، عضو الوفد المفاوض عن الشرعية، كنت معنا من مقر المشاورات اليمنية في منطقة ريمبو بستوكهولم. شكرا لك. أرحب مشاهدينا الكرام بمن تنضم إلينا من غرفة أخبار مشاورات السلام اليمنية بالسويد، سيدة منال قائد. أهلا بك أستاذة منال، كيف كانت أجواء المشاورات في أول يوم؟ ماذا كان هناك وراء الكواليس؟ كان هناك في البداية حدثت عرقلة، سمعنا عن حدوث عرقلة بداية المشاورات بسبب زيادة الحوثيين عدد الوفد، لكن تم تجاوز هذه العرقلة وتم افتتاح المشاورات بإلقاء الأمين العام كلمة ثم عمل مؤتمر صحفي. طيب، ما هي الآلية التي تم فيها تجنب هذه العرقلة؟ كان هناك حديث على أن الوفد الحوثيين كما قال الأستاذ هادي قبل قليل اصطحب مستشارين واصطحب خبراء بخلاف أعضاء الوفد، كيف تم التعامل معهم؟ استبعادهم من المكان، تم استبعادهم من المكان وإرسالهم إلى مكان آخر. طيب، في سياق الحديث عن مسألة المشاورات السلام اليمنية، من الذي يحضر الآن في جوهانسبرغ سلوت؟ من هي الجهات الموجودة هناك؟ من هم المراقبون؟ حدثينا عن هذه النقاط لو سمحت. هناك صحفيين، وكالة أنباء صحفية عالمية سويدية ومحلية، في وفد إعلامي مرافق للطرفين، ونحن هنا غرفة مستقلة، غرفة صحفية يمنية مستقلين. ماذا عن طبيعة التمثيل الدبلوماسي للدول التي تعرف على أنها راعية للعملية السياسية في اليمن؟ هل هناك تواجد لهؤلاء؟ أيوة، هناك سفيرة ألمانيا وأمريكا فرنسا متواجدين هنا لدى اليمن. طيب، برأيك إلى أي مدى؟ طيب، في هذه اللحظة أرجو أن تتفضلي بالبقاء معنا أستاذة منال. أرحب بمن ينضم إلينا من إسطنبول، المحلل السياسي والباحث أستاذ نبيل البكيري. أهلا بك أستاذ نبيل. بطبيعة الحال تابعت عملية انطلاق هذه المشاورات، برأيك وبحسب تصريحات جريفيث، هل هناك أمل بإحداث اختراق على مسار الأزمة اليمنية، تقدم ربما في حال انتهت هذه المشاورات؟ ليس هناك أي أمل من وجهة نظري لحدوث أي اختراقات في جدار الأزمة، نظرا لأن كل المؤشرات التي لدينا والمعطيات تقول أنها لن تكون مختلفة كثيرا عن سابقتها من جولات السلام أو مباحثة السلام، خاصة وأنه ليس هناك أي يعني رسائل حسمية ممكن أن تشجع على المضي في هذا السياق، فضلا عن أن الأزمة أو أن المباحثات هي وضع خارطة طريق لمفاوضات قادمة، بمعنى آخر أنها لا تحمل أي جدية أو صفة ممكن الركون عليها فيما يتعلق بإنجاز أو التواصل أو التوافق حول نقاط للالتقاء والتفاهم. طيب، دعني في هذه النقطة أسأل الأستاذة منال. سيدة منال، يعني في سياق حديث مارتن جريفيث، ما هي أبرز النقاط التي
تطرق لها فيما يتعلق بسقف هذه المشاورات، هل هو متفائل إلى أي مدى هو متفائل في إحداث تغيير على يعني بالنسبة للأزمة اليمنية؟ كان واضحا جريفت في الحديث عن مصير المشاورات، قال إن مصير اليمنيين ومستقبل اليمن هو في يد الطرفين، وقال إنه لم يقتطع القول أنه متفائل أو غير ذلك، لكنه شدد على أن مصير اليمنيين في يد الطرفين. وقال إن من أولويات هذه المشاورات هي الحديث عن مطار صنعاء وميناء الحديدة. هل تحدث عن طبيعة يعني كيف سيعمل هو؟ هناك ربما حديث عن مجموعة مساندة له، من يساند المبعوث الأممي في إدارة هذه المشاورات بحسب تصريحاته؟ لا علم لي بهذا الجانب بالتحديد، لا أملك المعلومات الكافية. إذن أشكرك أستاذة منال القائد من غرفة أخبار المشاورات السلام اليمنية بالسويد، كنت معنا عبر الهاتف. أعود إليك أستاذ نبيل البكيري، يعني مارتن جريفيث تحدث عن وجود توافق شامل على حل الأزمة اليمنية وإمكان تحقيق ذلك إذا كان هناك إرادة، أن الأزمة اليمنية أيضا تتفاقم، هناك مساعي لمصلحة الشعب اليمني إلى آخره. هل يمكن اعتبار تطرق إلى مسألة إخراج الأسرى أو الإفراج عن الأسرى وفتح مطار صنعاء، هل يمكن الحديث على أنه إذا بالفعل تمت عملية التبادل الأسرى والمعتقلين فتح مطار صنعاء بأي صيغة، التطرق إلى مسألة ميناء الحديدة وحل هذه النقطة، هل يمكن الحديث على أن المشاورات إذا ما أخذت نتيجة في هذا السياق فهي قد يعني نجحت؟ أستاذ نبيل، من المبكر الحديث عن توافقات باعتقادي بالنظر إلى أن النقط التي يتحدث عنها جريفيث وخاصة ما يتعلق بميناء الحديدة ومطار صنعاء هي نقط شائكة ومعقدة، كلا الطرفان لا يتفقان حولهما، وخاصة اليوم سمعنا تصريحا جديدا لوزير الخارجية خالد اليماني يرد على نقطة الحديدة أو موضوع ميناء الحديدة بالقول أنه لا يمكن السماح للميليشيات أن تبقى في هذا الميناء، ولا يمكن أيضا السماح لأي طرف أن يسيطر على الميناء، وبالتالي أيضا حتى آلية إدارة ميناء مطار صنعاء العاصمة صنعاء فيه الكثير من الإشكاليات، نقاط الإشكاليات والخلافات التي لا أعتقد أنه الشرعية ممكن أن توافق عليها، وبالتالي من المبكر بمكان أن نجري كثيرا وراء تفاؤلات وتطمينات جريفيث في هذا السياق. طيب، هو جريفيث تحدث أيضا على مسألة وجود مجموعات لإسناد المفاوضات لديه، مجموعة استشارية نسائية يقول أن مشورتهم مهمة ويجب حضورهم هذه المشاورات، وكذلك مجموعة أخرى من الخبراء اليمنيين، إلى أي مدى يمكن أن تسهم هذه المجموعات في يعني إنجاح المشاورات؟ هذه النقطة بالذات هي نقطة حساسة للغاية فيما يتعلق ب فراق الإسناد والدعم. للأسف معظم من لم يكن كل من في هذه الفرق ليسوا بأطراف محايدة، هم أطراف أتوا من العاصمة صنعاء، أو أيضا أطراف ليس لهم موقف واضح من الانقلاب بقدر أيضا أنهم مساندين وداعمين للانقلاب ويتعاطوا مع الانقلاب كشرعية موجودة على الأرض، وبالتالي أنا أعتقد أنه مثل هذه المجموعات هي عوامل ليست مساعدة للوصول إلى حل بقدر ما هي عوامل عرقلة لأي جهود حقيقية لذهاب نحو السلام. المبعوث الأممي تحدث على أيضا أنه لا يتفق مع من يطرح أن الأمم المتحدة تحاول إيقاف الحرب في الحديدة لإنقاذ الحوثيين، يقول إن هذا غير صحيح، فالأمم المتحدة تحاول أن تبقي على القناة التي تحافظ على حياة اليمنيين، كيف تجد هذا التصريح؟ في المنطق المجرد يقال أنه نفي النفي إثبات، هو جريفيث لهذه النقطة هو يثبت مخاوف الآخرين من هذه النقطة تحديدا عندما يتحدث عن ميناء الحديدة بهذا الشكل، في دلالة واضحة أنه ترك كل الجبهات وكل نقط الاشتعال وترك مدينة محاصرة منذ 4 سنوات ولم يذهب إليها وذهب إلى ميناء الحديدة الذي يعتبر شريان الوحيد للميليشيات الانقلابية، وبالتالي
كانت رسالة سيئة وليست مبشرة بأن يوقف جريفيث في منتصف الطريق أو على حياد من الطرفين. أنا باعتقادي كل المؤشرات لا تدل على أن هناك جدية أو شياد من قبل جريفيث في هذا السياق. طيب هل مسألة يعني هناك حديث ولغط كبير حول موضوع تمثيل النساء في المشاورات وضرورة مسألة 30%، يتحدث كثيرون عن هذا الموضوع، كيف تجد هذه النقطة والحديث والجدل الكبير حولها؟ هو جدل مفتعل لا أساس له، أو بمعنى آخر لم يكون أو لم تتحدث عليه شيء معين. نحن لسنا في عملية انتخابية حتى يتم تحديد كوتا نسائية، وبالتالي لن يكون السلام إلا من خلال كوتا نسائية. أنا باعتقادي هذه قضايا سابقة لأوانها ولا يجب حشرها في مثل هذه السياق. طيب السويد عبر مارغوت فايستروم تحدثت على أن الناس في اليمن يعني يعانون كثيرا من الصراع، جاءوا هنا وهم لديهم أمل بشأن مستقبل اليمن. السويد أيضا قالت تتطلع إلى استضافة مؤتمر التعهدات الثالث لليمن في مطلع العام 2019. هذه التحركات السويدية ورعاية هذه المشاورات وأيضا يعني مؤتمرات المانحين، كيف تجدها؟ كيف تقيمها عموما؟ أي جهود في الأخير هي تتحدث عن جهود تنموية وجهود إعادة إعمار وجهود إنسانية، هي جهود يعني تصل في صالح الشعب اليمني بغض النظر عن توقيتها وبغض النظر عن الأهداف التي المبيتة منها، لكن بالأخير هي جهود تسعى إلى يعني دفع عجلة التنمية ودفع عجلة إعادة الإعمار في المنطقة. وأنا باعتقادي أيضا حتى مثل هذه الجهود التشجيعية فيما يتعلق بالملف الاقتصادي والملف التنموي أحيانا تكون في غير سياقها حينما يتم الحديث عنها بهذا الشكل في إطار واقع سياسي بالغ التعقيد وواقع عسكري وأمني مأزوم وحرب وقتال. أنا باعتقادي أيضا مثل هذه الجزرة المرفوعة في الحديث عن مساعدات لا يتسنى لها أن تكون واقعا حقيقيا ما لم يكن هناك حسم، أو بمعنى ما يكون هناك يعني مشهد سياسي على الأقل قابل لمثل هذه المساعدات وهذه التشجيعات. طيب في السياق الآن يعني هناك اجتماع ما بين رئيسي الوفد ونائبي رئيسي الوفدين الحكوميين مع الحكومي وكذلك طرف ميليشيات الانقلاب ومع المبعوث الأممي للاتفاق على جدول الأعمال. برأيك هل سنذهب إلى أن يعني تستمر هذه المشاورات للمدة المطروحة من قبل المعلن عنها، أم أنها ستتوقف بشكل أسرع مما بدأت فيه، أم أنها ستستمر لمدة أطول مثل ما حدث في الكويت مثلا؟ لا، باعتقاد الظرف في السويد يختلف كثيرا. أنا السويد لا يمكن أن تستضيف وفدا بهذا الشكل على امتداد أو لفترة زمنية طويلة. هي واضعة جدول أعمال أو جدول زمني لا يتعدى شهر من البداية تقريبا. في الكويت كان الموضوع يختلف، هناك وضع مختلف تماما، هناك الضيافة العربية التي كلفت الكويت الكثير لمدة أكثر من 3 أشهر. في السويد يختلف تماما، وبالتالي سيكون يعني ظروف والاستمرار يعني صعبة جدا. أشكرك أستاذ نبيل البكيري الباحث والمحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل الفني والتحريري، إلى اللقاء.